نروح لبطلة تانية ولسه مستمرين معاكم في دورة ألعاب اللي حصلت في وهران المتوسط. البطلة سمر حبشي كانت إحدى المشاركات في بطولة أمريكانا فرنشيب، واللي قدرت إنها تثبت تواجدها وترفع علم مصر، وتقدرت إنها تحصل على ذهبية الخطف برفع ثقل 107 كيلو جرام، والكلين كان 129 كيلو جرام في البطولة. معانا على الهاتف السيدة أمينة عبد العزيز، والدة البطلة سمر حبشي الحاصلة على ذهبية أمريكانا أو American Friendship. صباح الخير عليكي، وكل سنة وحضرتك طيبة ومبروك. وحضرتك طيبة. يعني هل كان عندكم طموح أن سمر تتفوق في بطولة أمريكانا Friendship وأنها تحصل على الذهبية؟ يعني ميدالية الذهبية دي حلم لكل الناس، فأن هي تاخد الذهبية ده كان إحساسكم كان إيه؟ إحساسنا طبعا كان جميل أن هي رفعت علم مصر، و لان هي اساسا بتحب اللعبه دي، ويعني ربنا موفقها فيها والحمد لله. واحنا فرحتنا اللي هي رفعت علم مصر، طبعا فرحتنا مش قادره اوصف لك. ازاي بتقضوا عيد الاضحى ومع يعني وجود هذه الميداليه؟ ازاي يعني؟ طبعا اتفضلي. احنا طبعا فرحانين طبعا وفرحانين بيها طبعا والحمد لله. طيب احنا يعني عايزه اكمل على سؤال مصطفى، ان احنا في العيد دلوقتي والعيد ده يعني اكل ولحمه، يعني سمر ما شاء الله يعني واضح من اللي احنا شايفينه على الشاشه دلوقتي لياقه عاليه جدا، هل ممكن سمر تبوظ شويه في العيد؟ بتعمل ايه؟ لا يعني لا طبعا، هي يعني خصوصا في الاكل، والله ليها اكل معين وليها حاجات معينه هي ماشيه عليها، ما تقدرش يعني ما تقدرش تغير النظام الحمد لله. يعني هي اكلها وحتى تمرينها، ويعني حتى في العيد وبتتمرن ما بتسيبش حاجه الصراحه. الحمد لله. دور حضرتك هنا بقى كأم ازاي بتقدري توفقي وقتها ما بين البيت وما بين التمارين وبين حياتها الطبيعيه؟ بتعملي ايه؟ لا طبعا انا موفره لها كل حاجه كويسه، ان هي يعني تهتم بلعبتها اللي هي بتحبها طبعا، ده من وهي صغيره، وانا موفره لها كل حاجه ان هي تهتم باللعبه وتهتم بنفسها والحمد لله. كل بطل في رحلته ليه صعوبات واجهها، الصعوبات طبعاً اللي قابلتها طبعا، يعني احكي لنا اكتر ابرز المشاكل يمكن اللي حصلت او الفترات اللي كانت صعبه وازاي قدرت انها تتخطاها. هي الصراحة يعني هو كان الكابتن كان كويس جدا، كابتن رمضان كان كويس جدا، هو اللي كان متنميهم وهو اللي كان بيمرنهم، وهم كانوا بيسمعوا كلامه جدا يعني، وكان يفرح بيهم لما ينجحوا ويهتم بكل حاجة في اللعيبة عنده، هو مهتم بيهم الله يرحمه. والله يعني هو كان يمكن بيوجهنا كمان، يعني بيوجه الأسرة وبيوجه اللعيبة، إن اللعيبة اللي عنده يعني الصراحة ما شاء الله كلهم الصراحة يعني كان، وكابتن نهاد برضو كويس، ويعني الله يرحمه كابتن رمضان، وبعدين بقى كابتن نهاد اللي هو ابن كابتن رمضان هو برضو اللي بيمرنهم وبيوجههم، ويعني أيوه الحمد لله. طب يعني بالنسبة للنظام الغذائي لسمر وحضرتك والدتها، أكيد رفع أثقال، محتاجة بروتين زيادة، يعني طبعا طبعا. قولي لنا السر إيه يمكن يعني. هي والله يعني هي مهتمية بكل حاجة، بالغذاء بكل حاجة يعني، هي حتى وبعدين بقى ما بتقدرش تاخد أي حاجة إلا بالكابتن. أيوه يعني اي اكل اي غذاء اي حاجه الكابتن هو اللي بيوجهنا. يعني الكابتن هو اللي بيوجه ازاي الغذاء ده، ازاي الاكل ده، في مواعيد، يعني الصراحه الكباتن الصراحه ما شاء الله يعني مش سايبيننا بجد. احنا بنشكرك يا فندم استاذه امينه عبد العزيز، والده سمر حبشي الحاصله على ذهبيه الخطف برفع الاثقال في بطوله امريكانا فرنشيب. شكرا ليكي والف مبروك على الميداليه الذهبيه.